بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم، مراجعة الفصل الثاني عشر من الوحدة السادسة. أخذنا في هذا الفصل درس الحرارة ودرس استكشاف الكهرباء. في درس الحرارة، الحرارة أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة، فالحرارة تحول الصلب إلى سائل أو السائل إلى غاز. معظم الحرارة على سطح الأرض تأتي إلينا من الشمس، فهي تسخن الهواء واليابس والماء على سطح الأرض. من مصادر الحرارة أيضا الوقود، والوقود مادة تنتج حرارة عندما تحترق. الغاز والزيت والحطب والفحم بعض الأمثلة على الوقود. كما أيضا نحصل على الحرارة عند فرك أيدينا. وتحدثنا عن درجة الحرارة، هي مقياس لمدى سخونة أو برودة الشيء. نحن نقيس درجة حرارة الهواء والماء وحتى درجة حرارة أجسامنا، ونستخدم لقياس درجة الحرارة أداة تسمى مقياس الحرارة الثرمومتر. يوضع داخل الثرمومتر سائلا يتأثر بالحرارة فهو يتمدد عندما يسخن ويتقلص عندما يبرد. أخذنا في درس استكشاف الكهرباء الكهرباء المتحركة، شكل من أشكال الطاقة التي تتحرك في مسار معين. يسمى المسار الذي تسير فيه الكهرباء المتحركة الدائرة الكهربية. نحصل على الكهرباء من البطاريات أو من محطات توليد الكهرباء، وتصل الكهرباء منها عبر الأسلاك إلى منازلنا. تحدثنا عن الكهرباء الساكنة، هي نوع من الطاقة تنتجها أجزاء صغيرة جدا من المادة لا نستطيع رؤيتها، ولكنها موجودة في كل مكان. البرق شكل من أشكال الكهرباء الساكنة. هيا يا ابن الطالب، قبل أن نبدأ في أسئلة المراجعة، التركيز على المهارات في نهاية درس الحرارة، صفحة 136 وصفحة 137. مهارة الاستقصاء القياس، أقيس لا أتوصل إلى معلومات عن الأشياء حولي، أستطيع قياس طول وثقل بعض الأشياء أو درجة حرارة بعضها الآخر. يرغب طلاب الصف في قياس درجة حرارة أجزاء مختلفة في صفهم، لذا قاموا بقياس درجة حرارة مكان مشمس بالقرب من النافذة في غرفة الصف ومكان آخر مظلم، وقارنوا الدرجات بين المكانين بعد 15 دقيقة. أجرب، يمكنني قياس درجة حرارة الثلج والماء البارد والماء الدافئ. لدينا ثلاثة كؤوس، أملأ الكؤوس بالثلج والماء البارد والماء الدافئ. أتوقع ما درجة حرارة كل كأس من الكؤوس. أسجل توقعاتي. لدينا ثلاثة مقاييس من درجة الحرارة وثلاثة كؤوس، أحدهما به ماء دافئ والآخر ماء بارد والثالث ثلج. أضع مقياس الحرارة في كل من الكؤوس مدة 5 دقائق وأسجل درجة حرارة كل منهما. أقارن هل كانت توقعاتي قريبة من قياساتي. نعم، قياس درجة الحرارة ثلج ماء بارد ماء دافئ. أكمل معي ابن الطالب هذا الجدول. توقعك للثلج 0 درجة سيليزيوس، قياسك عند قياس درجة حرارة الثلج نجدوه أيضا 0 درجة سيليزيوس. كأس الماء البارد، توقع قبل أن أضع المقياس أن درجة حرارة الماء البارد 8 درجة سيليزيوس، بعد القياس وجد أنه 7 درجة سيليزيوس. الماء الدافئ، توقعي قبل أن أضع المقياس 30 درجة سيليزيوس، بعد القياس 28 درجة سيليزيوس. قراءة علمية في نهاية درس استكشاف الكهرباء. الكهرباء في المنزل، صفحة 144. كثير من الأجهزة الكهربية في منزلنا وخصوصا في المطبخ تحتاج إلى طاقة كهربية لكي تعمل، ومن ذلك الخلاط الكهربائي. فكل من الكهرباء والخلاط يجعل الحياة أسهل وأيسر.
ترى كيف يساعدنا الخلاط الكهربائي في تسهيل الطبخ، بمعنى فيما يستخدم الخلاط الكهربائي يطحن السكر ويفرم اللحوم ويعصر الطماطم وغيرها. فللخلاط الكهربائي استخدامات كثيرة، منها طحن السكر ويفرم اللحوم ويعصر الطماطم وغيرها. اكتب عن، اكتب قصة ابن الطالب عن عائلة ليس لديهم خلاط في ورقة بيضاء. اكتب قصة عن عائلة ليس لديهم خلاط كهربائي، واصف كيف يكون الوضع عند تحضير الكعكة او المخبوزات. بالتأكيد هذه العائلة سوف تبذل جهدا كبيرا ويأخذ منها وقت طويل في اعداد الكعك والمخبوزات. يستخدمون ادوات منزلية بدائية مجهدة، بينما الخلاط الكهربائي يوفر الوقت والجهد عند تحضير الكعك او المخبوزات. بهذه العائلة يستخدمون ادوات منزلية بدائية مجهدة، بينما الخلاط الكهربائي يوفر الوقت والجهد عند تحضير الكعك او المخبوزات. اي ابن الطالب مع مراجعة الفصل الثاني عشر. لديك اطار مستطيل الشكل به مجموعة من الكلمات ملونة باللون الاصفر. المطلوب ان نختار منها للاجابة عن الاسئلة. اكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة. السؤال الاول، الطاقة التي تتحرك عبر الاسلاك تسمى الكهرباء المتحركة. احسنت ابن الطالب. البرق شكل من اشكال الكهرباء الساكنة. احسنت ابن الطالب. السؤال الثالث، تنتج الحرارة عن احتراق الوقود. أحسنت ابن الطالب. السؤال الرابع، الطاقة التي تحول الصلب إلى سائل تسمى الحرارة. أحسنت ابن الطالب. السؤال الخامس، انظر ابن الطالب إلى هذه الدائرة الكهربية. هذه الصورة تبين دائرة كهربية مغلقة. هذه الصورة تبين دائرة كهربائية مغلقة. المهارات والأفكار العلمية، أجيب عن الأسئلة التالية. السؤال السادس، أقيس ما درجة الحرارة التي يشير إليها مقياس الحرارة في الصورة؟ السؤال السادس، أكرر ما درجة الحرارة التي يشير إليها مقياس الحرارة في الصورة؟ انظر ابن الطالب إلى المادة السائلة الملونة، مادة الكحول، داخل مقياس الحرارة. أي رقم تقف عنده المادة الملونة باللون الأحمر؟ هو العدد 40، فتكون درجة الحرارة 40 درجة سيليزيوس. 40 درجة سيليزيوس. السؤال السابع، ماذا يمكن أن تفعل الحرارة؟ أكرر السؤال السابع، ماذا يمكن أن تفعل الحرارة؟ إجابته في الصفحة من أعلى. تغير من حالة المادة، تحول الصلب إلى سائل والسائل إلى غاز، وتطبخ الطعام وتسخن الأشياء وغيره. أكرر، تغير من حالة المادة، تحول الصلب إلى سائل والسائل إلى غاز، وتطبخ الطعام وتسخن الأشياء وغيره. السؤال الثامن، من أين تأتي الكهرباء إلى المنازل؟ أكرر السؤال الثامن، من أين تأتي الكهرباء إلى المنازل؟ إجابته في أسفل. تأتي الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربية عبر الأسلاك إلى منازلنا. أكرر، تأتي الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر الأسلاك إلى منازلنا. السؤال التاسع، ما أهم أنواع الوقود في العصر الحديث؟ أشرح إجابتي. أكرر، ما أهم أنواع الوقود في العصر الحديث؟ أحسنت ابن الطالب، إنه النفط، لأنه يستخدم في تشغيل السيارات والقطارات والطائرات وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع وتدفئة المنازل. أكرر، أهم أنواع الوقود في العصر الحديث النفط. لماذا؟ لأنه يستخدم في تشغيل السيارات والقطارات والطائرات وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع وتدفئة المنازل. سؤال العاشر، سؤال الفكرة العامة، كيف نستعمل الطاقة؟ كيف نستعمل الطاقة؟ نتحدث عن الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية. تستخدم الطاقة الحرارية في التدفئة وطبخ الطعام وصهر المعادن. أكرر، تستخدم الطاقة الحرارية في التدفئة وطبخ الطعام وصهر المعادن، بينما تستخدم الطاقة الكهربائية في تشغيل الآلات وطلاء المعادن وغيرها. تستخدم الطاقة الكهربائية في تشغيل الآلات وطلاء المعادن وغيرها. تقويم الأداء، أنواع الطاقة، أصمم جدولا يوضح نوعية الطاقة الحرارة والكهرباء بحيث يتضمن حقائق عنهما. أصمم جدولا يتكون من ثلاثة أعمدة وثلاثة صفوف، أستعين بالمثال
في أسفل الصفحة. وسمي الأعمدة بالعناوين التالية: نوع الطاقة، المصادر، الاستخدام. اكتب اسم كل نوع من الطاقة في الجدول ووضع كل نوع في صف من صفوف الجدول كما هو موضح في الجدول أسفل الصفحة. اكمل المصادر والاستخدام اليومي لكل نوع من الطاقة في الجدول. هيا ابن الطالب امسك قلما واكمل معي هذا الجدول. نوع الطاقة: الحرارة. المصادر: الشمس، فرق الأيدي، الوقود، الاستخدام للبقاء دافئا وللطبخ، الكهرباء. المصادر: البطاريات ومحطات توليد الكهرباء. كرر: مصادر الكهرباء، البطاريات ومحطات توليد الكهرباء، الاستخدام، تشغيل الآلات وطلاء المعادن. كرر: الاستخدام، تشغيل الآلات وطلاء المعادن. وأخيرا مع نموذج الاختبار اختار الإجابة الصحيحة. ما نوع الطاقة الذي يغير حالة المادة؟ هل هو الضوء، الحرارة، المغناطيس، الصوت؟ أحسنت ابن الطالب، الإجابة الثانية باء، الحرارة، لأن الحرارة تحول الصلب إلى سائل والسائل إلى غاز. انظر إلى الشكل، أي الأجزاء في هذه الدائرة الكهربية ينتج الكهرباء؟ أمامك دائرة كهربائية بها مصباح مضيء، مفتاح، أسلاك، بطارية. أي من هذه الأشياء أو الأجزاء ينتج الكهرباء؟ هل ضوء المصباح، المفتاح، الإسلاك، البطارية؟ حسنت ابن الطالب، الإجابة الرابعة عدال، البطارية، لأننا نحصل على الكهرباء من البطاريات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، فالبطارية مصدر من مصادر الكهرباء. شكرا لكم أبناء الطلاب على حسن استماعكم. كان هذا هو الدرس الأخير في الفصل الدراسي الثاني. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.